السلام عليكم، معكم بسمة سعد ودي قناتي اللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه عشان الفيديوهات توصلكوا أول بأول، وما تنسونيش في اللايك. بصوا بقى ايه رأيكم في النوتيلا دي؟ هنعمل النهاردة نوتيلا اقتصادية حلوة جدا، نحطها في السندوتشات للأولاد، نعملها في توست، نحمص توست ونفرده عليه اللي انتوا عايزينه، نحطها على الحلويات بتاعتنا، جميلة جدا واقتصادية ومكوناتها موجودة عندنا وسهلة قوي. هنشوف ان شاء الله المقادير بتاعتنا، ان شاء الله هتعجبكم ومتوفرة عندكم في المطبخ، مش هتجيبوا حاجة من بره. بصوا ما شاء الله جميلة جدا وقوامها حلوة قوي. هنشوف يلا الوصفة اللي معانا ونشوف مقاديرنا ايه هي، يلا بينا. هنقول بسم الله. معايا بولة، ومعايا كوباية حليب مكثف، ومعايا ربع كوباية زيت، ومعايا معلقتين كاكاو خام، ومعايا معلقة قهوة بندق، وممكن اني احط بدل القهوة البندق مكثف طعم بالبندق، ازازة كده سايلة تحطي معلقة صغيرة منها. هضيف كده في البولة، هضيف اللبن المكثف، وبعد كده هضيف الكاكاو، معلقتين الكاكاو الكبار، وبعد كده هنزل بالزيت. مكونات سهلة وموجودة عندنا في البيت، ان شاء الله تعجبكم. اهو زي ما وريتكم اهو كده. هجيب بقى كده معايا الهاند بلندر وهضرب المكونات دي. لو انا ما عنديش هاند بلندر اعمل ايه يا بسمة؟ لا اعملي في الخلاط عادي، اضربيها في الخلاط عادي وهتطلع نفس النتيجة. اهو هضرب كده بالهاند بلندر لحد ما الاقي القوام بيتقل معايا. هضيف كده بس معاكم القهوة البندق، بس اضرب شوية بس صغيرين كده واضيفها. خلاص كده سهلة جدا. هفضل بقى اضرب كده لحد ما القوام بتاعها يتقل معايا. وهتلاقوا اللون بتاعها اتغير، كل ما تضربي فيها والقوام يتقل هتلاقي لونها افتح شوية. بصوا اهي بتبتدي لونها يفتح معايا وتتقل معايا، ايه رأيكم بقى؟ افضل طبعا اضرب فيها كده بالهاند بلندر لحد ما الاقيها كلها بقت قوام واحد وحلوه وسهله جدا معايا. جميله جدا وطعمها رهيب بجد، جربوها هتدعولي عليها. اهيت زي ما انتوا شايفين كده معايا، بصوا بقى قوامها عامل ازاي، بقى قوامها حلو جدا جميله. خلاص كده رأيكم؟ انا خلاص اهو كده، بصوا لونها بقى افتح معايا ازاي غير ما انا كنت حاطه السوائل. خلاص كده انا خلصت اهو، عايزه اقول لكم طعمها يجنن بجد، تحفه جدا ما شاء الله. بصوا قوامها عامل ازاي، القوام ده بقى حلو قوي، تفردي على الساندوتش ما يحصل ما ينزلش ولا يسيح منه، تفردي على اي حاجه، على تحطي على الحلويات بتاعتنا برضو حلوه جدا. بصوا قوامها بجد تحفه اهي. هاجي البطرمان ده طبعا انا معقماه، غسلاه غسله كويس وعقمته في الميكرويف، وهنزل كده بالمكونات اللي معايا اللي انا عملتها واحطها في البطرمان. انا خلاص حطيتها اهو، انتوا ممكن تضاعفوا الكميه اللي معاكم، انا عملت الكميه ديت، انتوا ممكن تضاعفوا نفس المقادير بس تضاعفوها. بصوا جميله ما شاء الله تحفه، جربوها بقى وقولوا لي رايكم ايه. انا خلاص كده خلصت، هحطها في الثلاجه واستعملها بقى وقت ما احب. انا كده خلاص خلصت الفيديو معاكم، وان شاء الله بقى نتقابل في وصفة جديدة وفيديو جديد، ويا رب تكون الفيديو عجبكم وقولولي رأيكم في التعليقات. انا خلاص كده هحطها في التلاجة وهستخدمها عند الاستعمال. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.